الشريط 47 طلائع توديع الرسول صلى الله عليه وسلم للحياة وبداية مرض موته بأبيه وأمه. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعم الإسلام الجزيرة كلها وبدأ يخرج منها، بدأت طلائع توديع الحياة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في أمور من أبرزها أنه صلوات الله وسلامه عليه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام، وكذلك تدارسه جبريل القرآن 2 مرات، وكان يتدارسه معه 1 مرة في كل عام. وقال في حجة الوداع: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه سورة النصر في أواسط أيام التشريق، ونعيت له نفسه كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يجلسني مع الشيوخ، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إنك تقدم عبد الله بن عباس وفي أولادنا من هو في سنه أو أكبر. فأراد عمر أن يظهر لهم فضل عبد الله بن عباس، فقال لجمعهم: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما تقولون في هذه الآية؟ قالوا: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أتم الله له الفتح أن يستغفر ربه ويتوب إليه. فالتفت عمر إلى عبد الله بن عباس فقال: وما تقول أنت؟ أكما يقولون؟ فقال عبد الله بن عباس: لا. قال: فما تقول؟ قال: هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم نعيت له. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قال عبد الله بن عباس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم بهذه الصورة أنه اقترب وقت وفاته، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله كذلك في أحاديث أخرى. في صفر من السنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء أحد كما ذكرنا في أول هذه السيرة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم. وقال بعض أهل العلم أن الصلاة عليهم هنا بمعنى الدعاء، أي بمعناها اللغوي. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء انصرف إلى الأحياء وصعد المنبر فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. وخرج في ليلة ما في منتصفها إلى البقيع وهي مقبرة المدينة، فاستغفر لأهل البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم بشرهم قائلا: إنا بكم لاحقون. وفي آخر هذا الشهر، شهر صفر من سنة 11 من الهجرة، في يوم الاثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع
أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة اشتدت حتى إنهم كانوا يجدون يعني شدة الحرارة من فوق العصابة أي ما لف به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، واشتد به المرض، وكان المرض إذا أصابه يشتد به صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وأخرجه كذلك البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. وأخرج الإمام أحمد عن أسامة بن زيد أنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي، وذلك أنهم كانوا قد خرجوا ليغزوا الروم، وكان قد جهزهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا بمرض النبي استثاقلوا عن الخروج ليطمئنوا على حاله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أسامة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد أصمت فلا يتكلم، يعني عجز عن الكلام صلوات الله وسلامه عليه. قال أسامة: فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصوبها على وجهه. يقول أسامة: أعرف أنه يدعو لي، يدعو لأسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وأحب الناس إلى الله الأنبياء، فلذلك يشدد عليهم سبحانه وتعالى بالبلاء ليرفع جل وعلا من درجاتهم. وأما غير الأنبياء فإنه كذلك يشدد في البلاء على الصالحين ليكفر عن سيئاتهم ولترفع كذلك درجاتهم. والمسلم لا يتمنى البلاء ولا يتمنى أن يفتن لعله ألا يصبر، ولكنه يسأل الله تبارك وتعالى لو ابتلاه أن يعينه على الصبر، أما أنه يتمنى البلاء فلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. عن عبد الله بن عباس قال: إن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئة. فقام العباس بن عبد المطلب فأخذ بيده بيد علي فقال: إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. هذه فراسة، نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هو فيه، فتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت في ذلك المرض، وكان كما توقع. وبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ولما ثقل جعل يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء، فانتقل إلى عائشة، وذلك أنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فانتقل إلى بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه، يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه، يعني في الأرض ما يستطيع أن يمشي صلوات الله وسلامه عليه، حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: كنت أقرأ المعوذات على النبي صلى الله عليه وسلم وأنفث على نفسه وأمسح بيده على نفسه رجاء البركة، أي بركة يده صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم الأربعاء قبل موته بخمسة أيام صلوات الله وسلامه عليه زادت عليه الحرارة واشتد به الوجع وغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال:
هريقوا علي سبع قرب، هريقوا أي صبوا علي سبع قرب من آبار شتى. وهنا عدد السبع، يعني سبع قرب، هذا العدد له خصوصية، ولكن جاءت فيه نصوص كثيرة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. عجوة تمر المدينة، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. ومنها قراءة الفاتحة للمصاب سبع مرات، وهذا قال الحافظ سنده صحيح عند النسائي وغيره. ومنها الرقية المشهورة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومنها حديث من قال عند مريض لم يحضره أجله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، شفي من ذلك المرض، وهذا أخرجه النسائي كذلك. ثم أضف إلى ذلك الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وغير ذلك كثير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب، المخضب له الطشت أو الطست الكبير، وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم، يعني اكتفيت. وعند ذلك أحس بخفة، لأن الحرارة شديدة فيحتاج إلى الماء حتى يطفئ هذه الحرارة العظيمة. وعند ذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، أي شيء من الصحة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تأسيس العقيدة من أول الدعوة إلى آخر الدعوة، وهو يركز على أمر العقيدة: ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. إن العبادة لا تتمثل فقط في السجود لغير الله تبارك وتعالى، العبادة حياة، الذبح، النذر، الطواف، السعي، الدعاء، الاستغاثة، الإخبات، الخوف، الرجاء، التقوى، العبادة كثيرة، التوكل، العبادة كثيرة. فلذلك العبد المسلم يجب عليه أن يصرف كل العبادة لله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل الحياة كل الممات لله رب العالمين سبحانه وتعالى. والآن لو نظر الإنسان إلى حال الناس، لا أقول مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل مع قبر غيره صلوات الله وسلم ممن هم دونه بكثير، سواء كان من الأولياء أو من غير الأولياء، كيف يفعل بقبورهم؟ كيف أنها تعبد من دون الله وتدعى من دون الله ويطاف حولها ويذبح لهذه القبور وتدفع الأموال لأصحابها وتدعى من دون الله تبارك وتعالى ويتوسل بها ويخاف من أهلها؟ أي دين هذا؟ إن العبادة لا تجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى أن ننتهج العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم نزل صلوات الله فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. معنى كرشي وعيبتي أي جماعتي وأصحابي الذين أطلعهم على سري وأثق بهم وأعتمد عليهم. قال: فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام،
فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال صلوات الله وسلامه مبينا أن الأمر قد أزف صلوات الله وسلامه، قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، وأبو بكر يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك، لما قال أبو بكر هذه الكلمات الطيبة، قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، عندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر، أي حسبكم كتاب الله، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاح. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، قوموا عني، إنه لا ينبغي أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم خصام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقال: كيف منع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب ذلك الكتاب؟ فنقول: إن عمر لم يمنع النبي صلوات الله وسلامه، وإنما أشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه من التعب الذي ألم به. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فعمر رضي الله عنه يعلم أن الدين قد كمل وأن الأمر قد تم، فأراد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا الكتاب واجبا لأمر النبي بكتابته، ولكان قد كتم شيئا من الدين وهو لم يكتم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه بلغه شفاهية صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده، قال: فخشيت أن تفوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من الوجع كان يصلي في الناس جميع الصلوات صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه قبل الوفاة بأربعة أيام بعد صلاة المغرب، وكان قد قرأ فيها سورة المرسلات صلوات الله وسلامه عليه، ثقل عند العشاء، ما استطاع أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة كما الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قالت عائشة: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه حضرت الصلاة، فأذن بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض صلوات الله وسلامه عليه من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، ثم أتى وجلس إلى جنبه إلى الأعمش، فكان النبي يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبو بكر، فقال برأسه نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر صار مأموما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الشاهد أنه كذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين وقعت قريب من هذه الحادثة عن عائشة قالت ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صبوا إلي ماء في المخضب، هو المخضب هو الطست، ففعلنا. قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه. شدة المرض مع شدة الحرص على أداء الصلاة في جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال يا عمر صلي بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس والثاني علي طبعا لصلاة الظهر، فلما رأه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة. وفي مرضه صلوات الله وسلامه عليه أنفق ما بقي عنده من مال صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مسندته إلى صدرها يا عائشة ما فعلت تلك الذهب، يعني عنده شيء من الذهب، قالت هي عندي، قال فأنفقيها. ثم غشي عليه وهو على صدرها، فلما فقال أنفق تلك الذهب يا عائشة وهو على صدرها كيف تنفقها؟ قالت لا والله يا رسول الله. قالت فدعا بها فوضعها في كفي فعدها فإذا هي 6 دنانير يعني من الذهب، فقال ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وعنده هذه، فأنفقها كلها ومات في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. سيأتينا في ذكر تركته صلى الله عليه وسلم كم ترك صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء آخر يوم من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن المسلمين بينهم في صلاة الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، إن حجرة ملاصقة في المسجد، ثم تبسم يضحك أي فرحا بهم صلوات الله وسلامه عليه، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف أي ليرجع يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم يعني يتركوا الصلاة ويقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلوات الله أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة صلوات الله وسلامه، أخرجه البخاري في صحيح، ثم لم يصلي بعدها